المسميات كبيرة ومشاركاتك مميزة في كل مجال يعني شاركت فيه، لكن خلونا نتخصص شوي شوي. أنا كتير مبسوطة من الكلام اللي حكوه زملائي عنك، وقديش حاسين إنه إحنا فخورين كعرب بوجود هيك نماذج مميزة لما بنحكي عن شخص إنه عالم. فقديش هذا الموضوع وهذا المسمى يعني ممكن يغير كتير قصص. خلينا نحكي شوي عن ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية. احكي لنا كيف تواصلت معهم، شو بتشتغل معهم، وشو بتقدموا حاليا؟ ناسا في مسابقة بتعملها ناسا سنويا اسمها سبيس أبي تشالنج، ودي خاصة بمجال تطبيقات الفضاء. فأنا شاركت بيها في 2015، حصلت على المركز الأول. في 2018 بقيت مدير الفريق الدولي اللي مشارك في بوسطن. الله. والفريق ده كان بيضم 2 يابانيين و2 أمريكان وواحد هندي، وأنا كنت العربي الوحيد. وخدنا بيه مركز أول في 2018، و2021 برضو أخدت فيه مركز أول. فخدت 2015 2018 2021 في نفس المسابقة، ونشرت أبحاث ليا على الموقع الرسمي لسبيس آب. يعني أبحاثك تتعلق ب بتتعلق بتكنولوجيا الفضاء، بس خلينا نوضح شوية كلمة الفضاء، لأن الناس فاكرة كلمة الفضاء بتتعلق بأي حاجة خارج الكوكب، ودي حاجة مش صحيحة. الفضاء بيتعلق بكل حاجة، أبسط حاجة إحنا بنستخدمها في حياتنا بتتعلق بيها، الهاتف، الذكاء الاصطناعي، الجي بي إس، كل دي حاجات. أنا لو قلت لحضراتكم أمثلة بسيطة، هو مثال مضحك شوية، حلل التيفال اللي بنستخدمها في البيت، دي أصلاً كان المادة التيفال كانوا بيعملوها لهيكل الصواريخ عشان ما فيش بكتيريا أو طفيلات يعني تلتصق بيه. دلوقتي إحنا بقينا بنستخدمها في البيت. فتطبيقات الفضاء بتتعلق بخارج الكوكب وبجوه الكوكب، زلازل، الكوارث اللي بتحصل، السيول، الفيضانات، كل الحاجات دي بتتعلق بمجال الفضاء. نعم. فأنا كنت بتكلم في مجال الطاقة ومجال الساتلايت، والمجال الثالث كان مجال بحثي تحت عنوان The One Theory of Space Time، هي بتتعلق بنظرية الزمكان والتنقل في الفضاء بين الكواكب وبين النجوم والكوكب التاسع، زي نقدر نكتشفه، معادلات والسرعة بتاعته. بس مشروع طاقة كان بيحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي.